اثنين لف وامسك ايده، ثلاثة بعجيب بوكس، ها؟ لكمة على طول هنا، تمام؟ كمان مرة لحد، خمسة، يلا، ستة، كويس يا مان، أوب كيو، كويس، كيف السادس يلا كيف شدام يلا حمادة والله هي أول لاعبة فلسطينية وتقريبا نقول أول لاعبة عربية من فئة الإعاقة البصرية الكاملة التي تمارس رياضة الكاراتيه. طبعا منا بدأت ممارسة رياضة الكاراتيه بعدما أثبت أخوها مؤمن البطار وحصل على المركز الثالث على العالم في بطولة دبي العام المنصرم، فهذا أعطى حافز لمنا أن تستمر وأن يكون لها كيان في المجتمع وتكون إنسانة بناء في المجتمع، فأصبحت لديها الرغبة في ممارسة الرياضة لكي تصبح ثقتها بنفسها أعلى. نحن نعتمد طبعا بشكل أساسي بالتدريب لمنا وللاعبين الإعاقة البصرية ومن ضمن اللاعبين المكفوفين على برنامج الإدراك الحسي. برنامج الإدراك الحسي يعتمد بشكل أساسي على متابعة مصدر الصوت واللمس أثناء الحركة، فهذا يتطلب مجهود كبير من المدرب بالنسبة لتجهيز هؤلاء اللاعبين من الحركات. نحن نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتكلل كل الجهود الموجودة لخدمة هؤلاء الفتية المكفوفين لكي يثبتوا للعالم أن الإعاقة لا تلغي الطاقة وأن لديهم إمكانيات وقدرات لو استغلت وأفرغت في المكان المناسب سيخرج منهم عباقرة بإذن الله. بديت ألعب كاراتيه إلي من إلي شهر وين بلعب بديت ثقة بنفسي وكنت مبسوطة وفرحانة. طيب إيش اللي خلاك تلعب كاراتيه؟ اللي خلاني ألعب كاراتيه أني بثق بنفسي وبيخليني أدافع عن نفسي وأكون قوية. Good.